كوننا لجنة، هذه لجنة تنسيقية على المعطلين على العمل، تحمل ثلاثة فئات: أصحاب الشهادة العليا، أصحاب التكوين المهني، العاطلين الاجتماعيين ما عندهمش خدم. كان الغرض الأساسي هو الشغل ثم التشغيل. مشينا غاديك عملنا مسيرات سلمية، مشينا قابلنا السلطات المحلية الوالي، إلا أن لقينا الأبواب مسدودة، لقينا تسوف والرفض من قبل الوالي، ما لقيناش حتى حل جذري معاه. قررنا الالتحاق إلى تونس سيرا على الأقدام كمسيرة سلمية غير متحزبة. حبينا نوصل أصواتنا إلى كل مناطق الظل، من بينهم قفصة، توزر، البوزيد، القصرين. ديما نشوفوا في وعود كاذبة، وعود ما فيش حد شيء، ووصلت الحكايه اللي بينا الطوب، خاطر عندنا الوالي نتاعنا حكايه بطريقه هانه فيها، اللي هي ما عنديش يخدم، وبروا احرقوا، وبروا كسروا، وبروا اعملوا كيما عملت شققتهم القصرين. معناها كان مسؤول يوصل يحكي معنا بالطريقه هذه وعلى الدنيا السلام. ما عدناش عباد، خلاص احنا ما عدناش عندنا دوله تحكم فينا. كل شيء يتنظم في الكياس، احنا نمشي وننظموا في رواحنا برواحنا، نصنعوا في روحنا برواحنا. اللي ضربونا بالحجر، اللي هانونا، السياسيين اللي جتنا، كل شيء شفتي تصوري في مخه، بيتنا تحت الحيوط، الاحزاب اللي حاولت تبعدنا عن الاطار، المرضى نعوم السبيطار، اللي طايح فينا كريز كاردياك قلبه سكت، تصوري في مخك الرجلين جرت بالدم. احنا 400 كيلو هذية رانا حبينا نعبروا بها، رانا احنا ناس موتى بالفعل، مازال فينا نبض صغير، والنبض صغير يا اخي كي جينا لهنا لتونس عم بينا باش نلقوا صداء يسمعنا وحتى يحس بينا كإنسانية، إلا أن لقينا جدار أمني حازنا لهنا في مروج اثنين. وقت اللي سمعنا بالمسيرة على الأقدام، معناتها جو من القفصة وعملوا 450 كيلومتر ونشوفوهم في الشتاء وفي التبعة، سرعنا جينا باش نقوموا بواجبنا. أبسط واجب قدموه هي مساندة، وفعلا البارح المجتمع المدني نجمنا نحاصروا الحصار اللي قام به البوليس، لأنه العديد من المواطنين بصفة عفوية تعافوا، جابوا الماكلة وجابوا، برعنا البوليس صدهم ومنعهم. وكانت بالطبع الحل هو لجنة مساندة. بالنسبة للوالي اللي جانا توا، والي تونس، معناها من خلاله هو حبينا نوصلوا صوتنا، وكونا معناها احنا غايتنا الوحيدة وطلبنا الوحيد، احنا طلبنا طلب مقدس هو التشغيل. التشغيل من حق كل شخص، من حق كل إنسان اللي كونه يخدم ويعيش حياة كريمة وحياة سعيدة. وأنتم تعلمون أن الحياة بدون عمل طوفان. توا يا رسول الله احنا توا داخلين ثلاثة أيام، كل مرة يبعثونا شكون، نورمال ما يتغير الحوار، نورمال ما فهمونا احنا لش جايين. ثلاثة أيام مشيكم فهمين احنا لش جايين. لن نبرح من هنا من تونس حتى يلبونا طلباتنا،